يعني انت ذكرت الآية إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. نلاحظ دائما مسامحين بعضكم البعض كما سامحكم الله بالزبط. في المسيح هو يعني حط المقياس. هذا هو المقياس. بس كتير مرات يعني عارف أنك تسامح أو تغفر يعني بتحس أنه كأنه في تحديات، ولا سيما في موضوع الجراح. يعني في ناس جرحت جرحت وجرح عميق جدا، وكل ما بشوف اللي بذكر بهالجرح بيتألم. ممكن يسامح يعني كلاميا بس قلبيا لسه من جوا. فأنا عاوز يعني تأخذنا أكتر في هالموضوع. الحقيقة يا خنزار، الجروح أسبابها كتير وتختلف من الثقافة لثقافة برضو على فكرة، وحساسية عن حساسية. لكن بصفة عامة أنا أقعد بيني وبين الرب وأسأل إيه هو سبب هذا الجرح. يعني أنا أعرف ناس يعني عدد مش قليل اتجرحوا كتير لأسباب إيمانهم، والجرح جه من أفراد العيلة، من الأب، من الأم، من الزوج أو الزوجة. ومع هذه الجروح بتيجي عواقب وخيمة، مثلا ترك الزوج أو الزوجة، أخدان الأولاد، الحرمان من الميراث، كل ده بتسبب جروح وندبات. اللي خليني أنا أرجع عند الصليب وأشوف كده الرب غفر لي، لأن أنا اللي تسببت جروح بخطيتي وإساءة لله الحي، فأشوف هو عملني إزاي. في إنجيل متى بتكلم على مثل الابن الضال، وفي كمان مثل تاني على واحد ملك كان عنده خادم. الابن الضال طلب من والده المعيشة بتاعته وأخدها وبزرها ورجع تايب، الأب قبله. مين اللي زعل منه؟ أخوه الكبير، لأنه سبب له جرح قبل كده. بالنسبة للخادم اللي كان مديون للسيد بتاعه بألف وزنة وغفرها له، وبعدين طلع لقي أخوه 10,000 وزنة، أيوة 100 دينار، 100 دينار، 10,000 وزنة مقابل 100 دينار. يعني إزاي تقارن ده؟ فطبعا لازم يعني غفران بلا حدود، إيماني وأفحص إيماني. ده اللي أنا عاوز أوصله، لأنه أنا إذا فعلا غفر لي 10,000 وزنة دول كتير، يعني لازم أدرك ده. يبقى 100 ده أي كلام، لازم أغفر، لازم الجراح اللي سببها لي أخويا دي خلاص أسامحه. ده أنا إن ما كنتش أدرك قيمة الغفران اللي غفره للرب، مش هقدر أغفر ومش هقدر أتعامل مع الجروح بتاعتي.